السلام عليكم، معكم القايدي فؤاد مدينة فاس. كنشكر مدينة فاس نيوز وكنتوجه لصاحب الجلالة على أن السلطة الجديدة بالخصوص السلطة الجديدة ما كتخدمش، وكيمشيو لعندهم كيضحكوا على المواطن وكيقمعوا المواطن وكيكون بزاف ديال الحوايج ما قدر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المحور ديالي فيه 3 دقائق، ما نقدرش نجبد كل شيء. راه الناس السلطه والناس الجديده اللي شافوني تما شحال من خطره مشيت وجيت بشحال وجيت مشيت وجيت ما لقيتش اذن صغيره اللي غادي تفهمني ولا تعطيني الحقوق ديالي. هاد الناس هادو كنمشي لعندهم طلبت الاوراق ديالي، عطاوني اوراق ديال الناس واحد اخرين. كنعرفش هاد الناس هادو شكون هما، هما متقلي عليهم ومكرش عليهم من المحكمه. وطالبت بهاتني بورقه هذه الثانيه، طالبت النيابه ديال وكيل الملك، نائبة وكيل الملك ووكيلة الملك في قضايا الأسرة، ومع ذلك ما وصلتش لشي نتيجة. شحال وأنا كنسبق من شهر ثلاثة، في الأخر عاوتاني وليت أنا هبطت، وليت هبطت لنيوز فاس. كنتقدم لصاحب الجلالة والشعب المغربي باش يشوفوا هاد الناس هادو السلطة الجديدة يحطوا لنا الحقوق ديالنا وما يقمعوش الإنسان ويعطيو الحقوق ديالو. وثاني حاجة اللي كنركز عليها، الحاجة اللي كنركز عليها، راه كنقول لهم القانون ماشي بيديكم نتوما، راه بيديكم الحق الحق العدالة هي اللي خصنا حنا، العدالة العدل. ملي كنجيو لعندكم علاش ما كتعطيونيش العدل ديالنا؟ علاش ما كتعطيونيش الحقوق ديالنا؟ كنعيو نسبقو كتسبقو تديونا من هذا المكتب لهذا المكتب من هذا المكتب لهذا المكتب، كيطلع الإنسان كلشي في راسو واللي يمشي بحال. هادشي هذا كامل دايرها السلطة الجديدة. وكنقولها وكنتساجل للسلطة الجديدة والنائب وكيل الملك اللي قال لك هبطني للاكاب، وهبطني للاكاب بالفعل بنهار الجمعة، وجا وقال لي كلمات ما خصهمش يتقالوا. لأن هاد الناس هادو اللي كيقول لك هما نائب وكيل الملك النواب ديالو، كيقول لك الناس خصهم يضربوا باحترام، وكيضرب واحد الكلمات ما فيهم ما يتقال، وتهانيت في الكرامة ديالي من طرف السلطات ونقصوا في الكلمات. وهاد الناس راه مزور كيزوروا الاوراق ولا كيشدوا الرشوه ولا عندهم شي انسان في السلطه كيعاونوا ديك الناس الخصم ديالي. وكنطالب بشحال من خطره بالحق ديالي وما تلقاش حتى حاجه. عييت نسبق ونجري، عييت نسبق ونجري، كنمشي نجي نمشي نجي، لا غاب. دابا ما بقيت لا نخدم لا حتى حاجه، ما بقيت كندير حتى حاجه. علاش؟ المشكل عندي في راسي ديال الاسره ديالي، ما بغاش يتفتح ليا. بسبب من؟ بسبب السلطه. كنت السلطه النهار اللي دفعت الحق ديالي كون قدت معايا كل شيء، كراني وصلت للحل. دابا هادي من 2010 لهادي 2017 وحنا مازال الامور ديالي ماشي هما هادو. كنشكر المواطن وكنشكر صاحب الجلاله.